السلام عليكم متتبعين قناة عبر. حنايا امام محكمة الاستئناف مع واحد. السلام عليكم. السلام عليكم. طلبوا من الله ومن سيدنا يخفف على هاد الدراري هذاك الحكم، الله يجازيه بخير. بغيناك تعاودي لنا المشكل ولدك من الاول. المشكل ديال ولدي، الدراري سارقين فيلا وحاطين ليه اللقب ديالو نعمة سيدي، حاطين ليه اللقب ديالو وعندي الحجاج وعندي كل شيء نعمة سيدي باش نهضر، ولكن ما كاينش اللي يتصنت ليا، ما كانش عندي باش نشد المحامي في الاول في الحكم. ومني شديت المحامي في الاستئناف عاد قال لي جيبي لي داكشي، وما في الاول داروا لي داك المحامي تاع الدوله ما قدا لي والو، وانا ما عنديش باش نشد ليه المحامي نعم سيدي. وولدي راه تحكم في الباطل دابا نعم سيدي، شنو المعمول؟ شحال تحكم لون؟ تحكم بال10 سنين. 10 سنين على والو، عندي الحجاج باش يخرج براءه. عندي انا الا ما كان يخرج ولدي براءه بهذوك الحجاج يشدوني انا في بلاصتو، يشدوني انا في بلاصتو. الا كان ولدي ما خرج هذه الفيلا، إلا كان ولدي ما خرج هذه الفيلا يلاه نعاودوا البحث أسيدي، بغينا نعاودوا حنا البحث في هذا القرار. إلا كان أنا ولدي ما خرج هذيك الفيلا يديوني أنا وولدي، ولا تيحكموا بالعشرة يحكموا علينا بالمية، ماشي طال عشرة تيغوت ولدي في المحكمة وتيقول لي إلا كنت عليا شي حجة ماشي تحكموا عليا بالعشرة، حكموا عليا بالمية، ماشي بالعشرة بالمية حكموا عليا. ولكن ما كاينش اللي بغا يحقق هذا الشيء، ما كاينش اللي بغا يحقق، ما كاينش اللي بغا يحقق. شحال من دري اللي تعتقل؟ شحال من دري اللي تعتقل؟ كانوا اللي ماخرين الفيلا كانوا بزاف، ولكن دابا واحد اللي تشد وبالراس صحابو، بالراس صحابو وخشا ولدي انا سدوا فيه الحفره. ولدي دابا والدري اللي ماخر تيقول نعم اسيدي، تيقول لولدي دائما تيلقاه في السجن، وراه السجن كلش عاد على ولدي فيلا جارو هذاك الولد، لان هذاك الولد تيقول لي راه انا ظالم هذا الولد، هذا الولد غير مظلوم، انا جارو غير بسميتو غير باللقب ديالو، انا نهار شدوني قال لك جدار ليا ها هو راه كل شيء انت العب الا كعسل خشيت ها هو راه تيقول فيلا حقوق الانسان هاد الفصل تيقول فيلا ولدي ما دار معاهم حتى شي حاجه وبغيت صحابو اللي دايرين، بغيت صحابو اللي دايرين، كاينين صحابو اللي دايرين نعم اسيدي، دابا دوك اللي دايرين، دوك اللي دايرين باقي في ديورهم، وداك اللي ما دار والو كاين في السيشن، واش هذا حق ولا باطل؟ واش هذا حق ولا باطل؟ داك اللي المظلوم في السيشن واللي دايرين على برا. قبل ما نبدا الفيديو قلتي لي بلي ولدك اللي تحكم ب 10 سنين عنده وليد، عنده وليد شحال في العمر ديالو؟ لا عنده 3 شهور ودابا دخل في العام. دابا دخل في العام وانا وجداه هما المسؤولين عليه، مو ما مسالياش ما تتساليش، ما بغيناش نقولوا هذيك الهضره اللي ماشي هي هذيك. مو من نهار مشى باه وهي خرجت مع البنات، خرجت مع البنات. حنا غنهضروا على الموضوع ديال دابا تيتشردوا حتى الدراري الصغار تيتشردوا من والديهم، شوفوا دابا الدراري كيلقاو ولادهم ثاني. مني خرجت باه من العشره قداش باغي يلقى، عنده 11 سنه وعلى الدري باغي يعرف باه، فين باقي باغي يعرفو؟ راه كاع ما عرفوني الدروكا، علاش؟ داك النهار طلع مشيت للسجن، داك النهار طلع مشيت للسجن ياك، داك النهار طلع، داك النهار طلع مشيت للسجن نعم اسيدي ياك، ومني مشيت للسجن ولدي باغي يفوس هي ولدو، ولدي باغي يفوس ولدو، وتيبكي تيب انا تنبكي هو تيبكي باغي يفوس غير ولدو، وما لقاش كيف يعنقو، باغي غير يبوسو، باغي يبرد فيه الشوق ديالو، خلاه عنده 3 شهور وديتو عنده العام. مني باغي يبوسو نعم اسيدي ما خلاوناش السجانه، ما خلاوناش الموظفين، مني هزو واحد الموظف عطاه ليه وقال ليه هاك بوسو، وبداو تيتغاوطو تيتغاوطو، زدنا تنتباكا وزدنا في حالتنا، راه الوليد راه هو عندي في الدار تما. دروكا اش بغيت ندير نعم اسيدي في هذا الشيء كله؟ هو الله يجازيكم بخير، ديروا لنا شي حل في هذه العشره، كون يبعد. ومني كاع الفصل عامة، ايه الفصل كله ماشي يا ولدي، على الدراري كلهم، على الدراري كلهم، الله يجازيكم بخير. ويكون تحقيق، وراه هاد المرا جارتي راه حتى هي ولدها في العشره، وخلا بنيه صغيره، ما كانت صغيره، ما كانت سمع، ما كانت تجي، مسكينه معوقه، معوقه وهزا جداها، راه ما جبناهم معانا حتى الغدا، الا كان ممكن نجيبوا وليداتهم يشوفوهم، يشوفوا هذوك الوليدات، حسبي الله ونعم الوكيل، راه مظلومين ولادنا، مظلومين، الا كان داروا شي حاجه عطيوهم عقوبه، عطيوهم عقوبه قليله، ما تعطيوهمش العقوبه بزاف، عطيوهم حتى لخمس سنين، اربع سنين، هي العقوبه ما نهضروش عليهم، عرفنا حنا ما نبغيوش، ما نبغيوش، نعم، شوف، نعم اسيدي، حنا اللي ما نبغيوش نكونوا غاديين في الطريق.
عرض لينا شي واحد ما نبغيوش ما نبغيوش، ولكن عطيه العقوبة قليلة يدوزها ويخرج عند ميمته وعند وليداتو، ماشي يخبر في الحب. السيدة وراك واحد السيدة واحد السيدة شرطي من نهار تحكم ولدها خرجت حوايج ولدها صدقاتهم، قالت لك ولدي مات صافي اش باقي بغيت حوايجو في الدار. واش عندك تشوف الطوالة واش تحوش وتقرالي وتشوفوا ولا ما تشوفوش؟ انا عارفه انايا بزاف بزاف 12 14 ورقصوا ليهم في الاستناب ومشاو لحباس اخرين، ملي مشاو لحباس اخرين عاودوا ردوهم ردوا لهم ديك العشرة النقد فزاروا النقد قالوا لهم النقد هذاك النقد الله يسامحك بخير هذاك ما تحققش مزيان ما يكونش ما تتحققش مزيان الانسان جوج كلمات وتعيدوا ما كاينش نسمعوا نسمعوا الام تاعي ما تيجيبوش ما تحققوش مزيان ما تيحققوش داك التحقيق ما تيبقاش جوج كلمات اللي سولوا ولدي وقالوا لي سير قالوا لي حتى الاخير في الاول التحقيق الثاني ما قالوش معاه قال لهم انا بغيت الضواحي بغيت الشهد بغيت الضواحي اللي قال لي دار معاه هو الولدي ما سرقش داك عنده الضرب والجرح وكنقولها عنده الضرب والجرح عنده الضرب والجرح قال لي هوايا سرقه وفصل فصل 507 والولد ما تيتسنى تيتحكم عنده 10 سنين ولا 12 عام باقي الولد ما تياكل ما تيشرب ما والو ما تينعس حتى النعاس تيقول لها ماما انا اللي خايف انا كنتسنى 10 ولا 12 ما عرفتش انت ما عرفتش انت تيقول دابا جيب لي اي اخبار اش امتى نهارش عندي الجلسه دابا ما عرفتش انا حتى الجلسه امتى عنده المحامي ما تيقول لك تخبار هما ما تيحقوش وخلينا الله الله اللي كاين ياخذ الحق عاش محمد السادس عاش الحسن محمد السادس عاش محمد السادس اش قلتي بغيتي تهضر في شي السلام عليكم انا خويا راجلي مقبوط لي انا ودي 3507 هذا الشيء راه ما الانصاف ما كاينش في هذا الحفاد شنو شنو هي التهمه ديال راجلك تخاصم هو صاحبه قال هو وياه مجمعين مقصرين منميه تخاصموا صافي ناض الاخر مشى صافي من ضربوه مشى دار سيرتيفيكا فيها 35 يوم تخيل معايا سيرتيفيكا فيها 35 يوم واقف معانا واقف ومعمر ليه السرقه والضرب والجرح ومحاولات القتل والحومه كلها شاهده وكلشي شاف بعيني وفرقوهم الناس وهذاك 125 رقم الضروره 25 قال لهم انا ما كنعرفش التعرض ليا وكليساني راه لا يعقل هذا الشيء وهذا الشيء كله هو هذاك هو سبب الانحراف اكثر ديال الدراري في الحومه هو هذاك الشخص هو سببهم في الانحراف واللي خرج عليهم ومدوز 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 وراجل انا مخلي ليه جوج الوليدات وكارديان تاع راس الناس تاع سي جي يوسف هو كارديان وكلشي الناس كيشهدوا بالاخلاق ديالو كلشي كيشهد بالاخلاق ديالو كلشي كيقول لك هذاك السيد راه ما جاش هذاك الشيء وكلشي الناس شافوا بعينيهم الحومه كلها شافت بعينيها كلشي شافوا الناس كلشي تيقول لك اعوذ بالله من الشيطان تقول هذاك السيد راه غادي يمشي في هذاك الفصل ولا يمشي في هذاك السنين وحنا باقي كيتونا ويجيبونا باقي شحال عطاو باقي ما تحكمش كيتونا ويجيبونا 507 فاصل 507 الجمهور الجمهور انا راسي وانا كنهزي عند الاخوانيا ويعول على 10 اللي جاي دابا هو اللي عنده 10 خلى لي واحد عنده 5 سنين اش كي غادي نجري انا دوك الولاد فين غادي نتشوف هو اللي هو اللي ما خاصوش باش يجريسي ما خاصوش ما خاصوش نفسو هنا وما كيجريسيش الحومه كلها كتعرفو الحومه كلها كتعرفو كلشي كيعرفو كلشي كلشي كيعرفو ما كاينش اللي ما كيعرفوش الحومه كلشي يقول لك هذاك السيد عمر هذا تمشي لاص الناس تسول تقول لهم حمد تقول لهم قلت الله عمر هذا كلشي كيعرف راه حشومه راه حشومه وعيب وعار حشومه وعيب وعار عيب عيب باش واحد الانسان يترزم في الباطل كون غير داير في الباطل ضربك 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 وكيعترف بلي ضربك ولكن ما داش ليك صيفط اخويا ما داكشي اللي دار ليك علاش بغيتي تغصبنا وتغصبو حتى هو في شبابو واش واحد الانسان عنده 30 سنه الا مشى 10 سنين غيخرج عنده 40 سنه هاد المراه مش غير عاش بعد عنده بتعاود جوج راجل اخر يعطيوها الحق جوج راجل اخر انا ما بغيت راجل اخر صافي هذاك مات يلاه عطيوها ايه يحققوا خرج جوج راجل اخر ليه ستات دراري ولادي في باهم باقي حي انا راجلي باقي حي وبيت 8 ولادي فيه هادشي راه عيب وعار ودعيت لله وحسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل دعيت لله سبحانه وتعالى ياخذ فيه الحق دعيت لله سبحانه وتعالى ياخذ فيه الحق حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل انا ولادي كنقول لهم باكم غير صافر واش كتمشي لك بيت ظروف الزياره عندك عراقيل 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 كتبقوا كتشوفوا وفي الجاج كي غادي ندير بغيت نصيفط ليه بغيت ندير ليه بغيت نبعث ليه كي غادي ندير انا راه غير مرة ربات بيت ربات بيت ربات بيت راه خدا ليا جوج الوليدات ما كاين لا حنين رحيم من غير والدتي الله سبحانه وتعالى والدتي وما عقل عليا حتى شي حد من غير الله سبحانه وتعالى والدتي لا حنين لا رحيم وكون كان شي واحد اللي خايب ما نتبعوش كون كان شي واحد اللي خايب ما نتبعوش ما نتبعوش انا ما نوصلش معاه حتى لهنايا وما نوصلش معاه هذا المواصل راسي الله يعمر هذا الله يعمر هذا وكلشي الناس كيشهدوا بالاخلاق ديالو في الحومه انا كتوقف تقول لهم محمد الكرانتي كلشي يقول لك الله يعمر هذا وكلشي كيقول لك هبط عليه الباطل كلشي كيقول لك الله ياخذ فيه الحق
حما كلها كتدعي حسبي الله ونعم الوكيل الله يخدع الدار ما غادي يخدع عليهم ما غادي يخدع على ولادها علاش انا راسي ما يمشيش ليا في الباط كل باش انا راسي عشان العدل هذا فما هو العدل سميتو العدل العدل والانصاف سميتو العدل والانصاف كامل يعني الانسان خاصك تقلب وتقلب 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 وشد ضيع نفسك وجيب لي عدل بيقولوا اللي بغيت عدل لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللي تيقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم كيف تشوفوا متتبعين قناة عبر مشاكل أمام محكمة الاستئناف شكرا